بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الجزء الثاني للتمرين التجريبي اللي جاء في الموضوع الثاني البكالوريا 2018. كنا حلينا الجزء الأول اللي جاء خاص بالوحدة الأولى، وقلت باللي هذا التمرين التجريبي خاص بشعبة رياضية وتقنية رياضية، والوحدة الأولى كان بإمكان شعبة علوم تجريبية يحلوا معنا التمرين، لكن الجزء الثاني لا يخص شعبة علوم تجريبية، يخص إلا شعبة رياضيات وتقني رياضي، لأنه يدور في الوحدة السادسة وخاصة في دراسة عمود كهربائي فضاء نحاس. الجزء الثاني من التمرين التجريبي قال لك يرتكز اشتغال عمود كهربائي على مبدأ تحويل جزء من الطاقة الناتجة عن تحولات كيميائية إلى طاقة كهربائية تستهلك عند الحاجة. ندرس في هذا الجزء دراسة مبسطة للعمود فضة نحاس، وكنا درناه في فيديوهات الدرس وحتى في حلول تمارين. المعطيات: كتلة الجزء المغمور من صفيحة النحاس في الحالة الابتدائية M0 لسي او كويبر نحاس 3.2 غرام، والكتلة المولية للنحاس اي M سي او 64 غرام على المول، وثابت فاراداي اي 1 فاراداي يساوي 96500 كولوم على المول. ثابت التوازن للتفاعل، التفاعل Cu plus 2Ag plus تعطينا أي تساوي دائما تساوي Cu2 plus plus 2Ag، هو K يساوي 2.15 × 10 قوة 15. ننجز عمودا بغمر صفيحة من النحاس في كأس يحتوي على حجم فئة من محلول مائي لكبريتات النحاس Cu2 plus SO4 de moins، تركيزه المولي Ca وصفيحة من الفضة في كأس آخر يحتوي على حجم V2 من محلول مائي لنترات الفضة أي Ag plus NO3 moins، تركيزه المولي C2. نوصل المحلولين بجسم ملحي كما في الشكل اللي راه قدامك السابع، صح؟ ها هو الجسر الملحي، صح؟ هاي صفيحة الفضة وهي صفيحة النحاس، وها هو المحلول Ag plus NO3 moins، وهو المحلول هنا Ci2 plus SO4 de moins. C2V2 هاشعل تساوي 2.64 × 10^-2 مول على اللتر، V2 100 ملليلتر، Ca 1.5 مول على اللتر، وV1 100 ملليلتر. إذن السؤال الأول مطلوب منك كتابة عبارة كسر التفاعل الابتدائي كRE ثم حساب قيمته. ثانيا حدد معللا جوابك جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية خلال اشتغال العمود. وثالثا مثل الرمز الاصطلاحي للعمود المدروس. ورابعا خلال اشتغاله يغذي العمود دار خارجية بتيار كهربائي شدته يساوي 5 ميلي أمبير. رابعا واحد اعتمادا على جدول تقدم التفاعل الحاصل في العمود حدد قيمة التقدم الأعظمي X ماكس. رابعا اثنان استنتج أي كمية الكهرباء العظمى ك ماكس Q ماكس أو Q ماكس كمية الكهرباء العظمية التي ينتجها العمود خلال اشتغاله. رابعا ثالثا حساب دلتا T ماكس المدة الزمنية القصوى لاشتغال العمود. نبدأ بالإجابة الأولى وهي كتابة عبارة كسر التفاعل الابتدائي كRE ثم حساب قيمته. يعني هذه منين جبتها؟ من هذا المعادلة. يعني المعادلة كسر التفاعل هنا التركيز تاع النواتج على التركيز تاع المتفاعلات. التركيز تاع النواتج عندنا AgS يساوي 1، وهنا في المتفاعلات CS يساوي 1. إذن يكون عندنا Cu2 بلس التركيز تاع Cu2 بلس على التركيز تاع 2Ag بلس. إذن أولا عبارة كسر التفاعل في الحالة الابتدائية وحساب قيمته. سؤال سهل جدا، كRE يساوي التركيز تاع Cu2 بلس الابتدائي على التركيز تاع Ag بلس، عندنا 2Ag إذن هنا مربع اي. إذن تساوي التركيز تاع Cu2 بلس، شوف سيجي عندك اي 1.5 في المحلول، ها هو
سي ان تاع المحلول سي دو بلس هو 1.5 مول على اللتر، وهذا 2.64 في 10 قوى ناقص 2، 1.5 على 2.64 في 10 قوى ناقص 2، أي تساوي شحال صمناها 2.15 في 10 قوى 3، ما عندهاش وحدة صح. إذن هذا السؤال الأول، لاحظ أنه سهل جدا جدا، أي 0.25 عليه. السؤال الثاني قال لك حدد معلل جوابك، أي جهة التطور التلقائي للجملة الكيميائية خلال اشتغال العمود. ثانيا جهة التطور تفاعل، لهنا واش ندير؟ جهة التطور تفاعل نقارن بين كسر التفاعل في الحالة الابتدائية وثابت التوازن. كسر التفاعل 2.15 في 10 قوة 3، وثابت التوازن 2.15 في 10 قوة 15، يعني كبير بزاف، ثابت التوازن كبير بزاف. لاحظ هذا في 10 قوة 3 والأخر في 10 قوة 15. إذن بما أن ك ار اي أقل من ك ثابت التوازن، إذن بما أن هذا أقل من هذا، إذن الجملة تتطور في الاتجاه المباشر. إذن الجملة تتطور في تلقائيا في الاتجاه المباشر، هكذا صح. إذن هذه عليها 0.25. السؤال الثالث قال لك مثل الرمز الاصطلاحي للعمود المدروس. سهل جدا، يعني حسب هذه المعادلة تمثل الرمز الاصطلاحي يعني. وكذلك لاحظ أنه هنا شوف مليح أنه أجي وسي أو، هنا كنا شفنا في النحاس أنه هنا دائما، ما في الحقيقة يقول لك أجي دائما على اليمين القطب، هنا راهم دايرين القطب الموجب منا والقطب السالب منا، وهي في الحقيقة دائما القطب الموجب يجي على اليمين والقطب السالب يجي على اليسار. يعني وين تروح حتى في اللغة الفرنسية في الفيزيك، في اللغة الفرنسية تسيب اصطلاح أن دائما القطب الموجب يجي منا على اليمين السالب على اليسار، هنا راهم عكسينا صح. إذن علاه؟ لأن الاتجاه الجملة راهي تتطور في الاتجاه المباشر، أي لو هنا أي تكون شوارد النحاس. كي نقول لك اتجاه المباشر يعني لو نجي المعادلة هكذا، أي تتكون شوارد النحاس، ها يعني أجي هي اللي بلوس، يعني 2 إلكترونات تاع النحاس يروحوا للأجي. إذن هنا راهو عندنا انتقال الإلكترون. إذن مثلا الآن الرمز الاصطلاحي للعمود عندنا السالب، السالب وهو من جهة سي أو يعني من جهة النحاس سي أو دو بلس، كنا درنا هذا في الدرس وفي تطبيق. وهنا هذا الخطين يمثلوا الجسر الملحي، وهنا أ جي بلس أجي أي هنا زائد، هكذا هو الاصطلاح. هذه عليها 0.25. السؤال الرابع قال خلال اشتغال هذا العمود يغذي العمود دارة خارجية بتيار كهربائي شدته يساوي 5 ميلي أمبير، يعني الدارة الخارجية راهي هنايا فيها الأمبير متر وفيها مقاومة، لا تشوفوا كما درناها في الدرس صح. إذن هذا العمود يغذي دارة خارجية بتيار كهربائي شدته إي يساوي 5 ميلي، انتبه مليح، ميلي أمبير. سؤال 4.1 اعتمادا على جدول تقدم التفاعل الحاصل في العمود حدد قيمة التقدم الأعظمي إكس ماكس. إذن أول حاجة نقوم بها هو إنجاز جدول التقدم. لاحظوا جدول التقدم كنا درناه في الجزء الأول
هو نفسه دائما نفس النموذج اللي يحطوه في البكالوريا، يجي كي من هكا، دائما يجي كي من هكا. اذا نكتبوا المعادله تاعنا، عندنا سي او لهنا اس، عندنا زائد 2 ا جي بلس ا كو، هنا تعطينا دائما تساوي، دائما في البكالوريا هنا كاين تساوي صح، سي او 2 بلس ا كو يعني زائد 2 ا جي اس، 2 ا جي اس صح. إذا عندنا في الحالة الابتدائية، لأنه هنا عندنا صلب، ها صلب، إذا ان صفر تاعو تساوي ام صفر، لأن عطاونا بالجرام ام صفر على الكتلة المولية عطاوها لنا، إذا تكون أنت ثاني فايق مع عمرك، يعني هنا ام صفر سي او سي او، ولا هنا الكتلة المولية اللي يعطاو لنا هذه بالجرام وهذه، إذا يعني هذه واش تساوي؟ هذه تساوي ان صفر، كي شغل قلت لك ان صفر سي او تساوي هذه ام صفر على ام صح. هنا عندنا سي سي دو لأنه محلول، إذا عندنا التركيز تاعو سي دو في دو، شوف نص هنا كيف كيف سي ان في ان، عاود اقرا النص صح. هنا عندنا كذلك صلب، إذا هنا ام ها ام على ماذا؟ على ام اجي، على ام اجي صح، ام اجي على ام اجي صح. هنا في التقدم عند اللحظة تي عندنا ام صفر على ام ناقص راعوا الاعداد الاستوكيومترية اكس تقدر دي عند اللحظة تي، ها وانا سي دو في دو ناقص نصغر القلم باش تكفينا بلاصة، اثناني اثناني اكس هنا لي تي صح. هنا عندنا سي ان في ان ناقص اكس لي تي، وهنا ام على ام اجي ناقص 2 اكس لي تي، دائما مراعاة الاعداد ستوكيومتري صح. نعاودو هادو برك لا ندير اكس فينال، ام صفر على ام ناقص اكس فينال، سي دو في دو ناقص 2 اكس فينال، سي ان في ان ناقص اكس فينال، وام على ام اجي ناقص 2 اكس فينال. ها هو جدول تقدم جاهز كي من هكذا، يعني هذا عليه 0.5 أي نصف نقطة. نأتي الآن، هو جدول تقدم أمامي، نأتي الآن نحسب إكس ماكس. انتبه الآن حساب حساب إكس ماكس، كنت ما نقدرش نحسب إكس ماكس بلا ما ننجز جدول تقدم اللي عليه نصف نقطة. إذن الآن عندي يا إما يعني في المتفاعلات، يا إما يكون سي إي هو المتفاعل الموحد، يا إما يكون أجي بلس هو المتفاعل الموحد، باش نشوف وين راه إكس ماكس، وإكس ماكس يساوي أصغر قيمة تاع واحد منهم صح. إذن مع الأول نفرض أن سي هو المتفاعل الموحد، إذن بفرض بفرض أن سي متفاعل موحد صح، يعني ام صفر على ام تاع سي او ناقص اكس فينال، نديروها ناقص اكس ماكس عفوا، اذن تولي لنا ام صفر سي او على ام سي او ناقص اكس ماكس يساوي الصفر. هذا يعني أن إكس ماكس
ها اكس ماكس، اكس ماكس تساوي ماذا؟ اي ام صفر سي او على ام سي او. عطاونا ام صفر سي او 3.2، شوف لنا الموضوع، وهذه عطاوها لنا 64. اذا اكس ماكس هنا في حالة اذا كان سي او هو المتفاعل المحد تساوي 50 في 10 قوة ناقص 3 مول، هي 10 قوة ناقص 3 مول، صح. والآن نشوف إذا كان يعني الآن بفرض أن شوارد الفضة هم متفاعل محد، صح. إذن روح الجدول التقدم، ها هو شوارد الفضة، ها هو سي دو في دو ناقص 2 إكس ماكس. إذن سي دو في دو ناقص 2 إكس ماكس يساوي الصفر، هذا يعني أن إكس ماكس تساوي سي دو في دو على الاثنان، أي إكس ماكس تساوي سي دو، عطاوها لنا 2.64 في 10 قوة ناقص 2، ها هما المعطيات تاعك، ها هما وين راهم مكتوبين في الرسم الله. إذن قلنا ناقص 2 في في دو، أي في نحولها إلى المليلتر تولينا 10 قوة ناقص 1، ها 10 قوة ناقص 1، لأن علاه 0.1 باش تولي لي 2.64 في 10 قوة ناقص 3، هذه اللي حبيت نقولها، على الاثنان، يعني تولي لي 1.32 في 10 قوة ناقص 3 مول، ها. إذن شكون هذه 50 في 10 قوة ناقص 3، وهذه 1.32 في 10 قوة ناقص 3. إذن شكون المتفاعل المحد هنا؟ هو هذا أصغر قيمة وراه، هي هذه هي أصغر قيمة. إذن واش نقول؟ إذن هذيك هي قيمة، ها، ومنه أي قيمة إكس ماكس اللي نحوس عليها، اللي قالوا لي حسبها هي هذه، أي 1.32 في 10 قوة ناقص 3 مول، ها، صح. إذن هنا عندك 0.25 هكذا. رابعا اثنان قالك استنتج كي ماكس كمية الكهرباء العظامية التي ينتجها العمود خلال اشتغاله، صح. إذن هنا لاحظوا هنا عندنا انتقال الإلكترونات منين؟ من سي او بلس، من سي او بلس حتى الاجي بلس، يعني يكون انتقال الإلكترونات، يعني جهة التيار الكهربائي راح تكون هكا من البلوس، يعني كنا قلناها في الدرس من البلوس للموا، لكن جهة الإلكترونات تكون هكذا من الموا للبلوس هكذا، يعني من سي او دو بلوس، من شوارد نحاس الثاني سي او دو بلوس إلى اجي بلوس، ها، صح. إذن استنتاج كمية الكهرباء الأعظمية، العلاقة تاعها كي ماكس بالفرنسي كي وبالانجلي كيو، صح، وانطقها كيما تحب، زاد في إكس ماكس في فارادي، صح. زاد واش نقصدو به؟ زاد كيما كنت نقولكم على قبل السؤال، فهمتكم، هذا عدد الإلكترونات المتنقلة من شوارد اي سي اي دو بلس الى اجي بلس، هذا هو زاد. عندنا شعار كاين زوج الكترونات، كاين اثنان، صح. اذا اثنان في اكس ماكس، هاي امامكم مكتوبه، 1.32 في 10 قوة ناقص 3 في فاراداي، ما عطاوها لنا 96500،
إذن كيو ماكس تساوي 254.76 كولوم، صح. هذه عليها صفر نصف نقطة. السؤال الرابع اثنين عليه نصف نقطة. بقالنا السؤال الأخير، سؤال أخير وحساب دلتا تي ماكس، المدة الزمنية القصوى لاشتغال العمود. حساب مدة اشتغال العمود، عندنا العلاقة التالية كي ماكس، وهذا كامل درناه في الدرس، تساوي اي أي شدة التيار في دلتا تي ماكس، صح. ومنه من العلاقة هذه نجبد دال قيمة، أي العلاقة الخاصة بدلتا تي ماكس، أي تساوي كيو ماكس على ماذا؟ على اي على شدة التيار، صح. حيث دلتا تي ماكس تساوي كيو ماكس، هاي مكتوبة هنا 254.76 على اي، عطاونا اي 5 ميلي امبير، نحولوه الى الامبير، 5 في 10 قوة ناقص 3، ومنه سنجد 50952 ثانية. هما في الإجابة النموذجية كاتبينها كي تحولها تقسمها، يعني في لو رحنا إلى المسودة، لو رحنا إلى المسودة نقسمه 50952 على 3600 تعطينا ماذا؟ تعطينا حوالي 14.16. يعني هما واش دايرين النتيجة، أنا دورت العدد هما ما دوروش العدد، النتيجة تاعهم دايرين 14.15 ساعة، ويا في الحقيقة لا، يا في الحقيقة تنكتب 14 ساعة. ومن بعد واش ندير؟ نضرب 0.15 في 60 باش نحولها، لان 0.15 ساعة باش نحولها للدقيقة، اذن سنجد 15 ساعة، 15 دقيقة عفوا، لا عفوا، نجد 9 دقائق، يعني 14 ساعة و9 دقائق، مينوت كاين اللي يكتبوها هاك وكاين اللي يكتبوها هاكا مينوت، صح. يا في الحقيقة ها هي الإجابة الصحيحة، يعني هما دايرين هذه، وهي في الحقيقة هاك فدير إجابة صحيحة، لأنه كاين بكالوريا سابقة نتائج تمدد كيما هاك، بكالوريا 2018 مدوا النتيجة هذه، فتصحيح نموذج. إذن 0.50 تتقدر دير هذه ودلو تساوي، ما خسرت والو، دلو تساوي 14 ساعة و9 دقائق، لربما مصحح يأخذ بعين الاعتبار هذه وما يديش هذه، باش نتفاهم، يعني هذه كي تكون فاصل 15، هذه 0.15 ساعة حولها إلى الدقيقة، كذلك تضربها في 60 تسيبها بالدقيقة، عليك وعلى الكالكيلاتريس. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.